إن العبد إذا دعا واعتصم بالله والتجأ وصدق في دعائه والتجائه تفتحت أبواب السماوات. إذا دعا الله صادقا من قلبه وقد أحاطت به همومه في جسده من سقم في الجسد أو مرض أو ألم فأعياه الأطباء وكثر عليه وعظم عليه البلاء أو عظم عليه بلاؤه في البنات والأبناء وأصبح كلما ضحك أبكاه همه وأبكاه غمه وأحزنه وأقلقه. إن العبد إذا وصل إلى هذا الحال وتوجه إلى الكبير المتعال بصدق ويقين فإن هذا هو المقصود من البلاء. المقصود من البلاء الفرار من الله إلى الله. مقصود من البلاء أن يبث العبد إلى ربه الشكوى وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا وأن يتذكر عظمة الله، فتذكر أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله حليم وأن الله رحيم. فقل يا رب أنت ترى حالي وتعلم ضعفي وتعلم فقري، يا ربي إليك التجأت، يا ربي إليك اشتكيت، يا ربي إليك بك استعنت وعليك توكلت وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وآمنت بك وأسلمت إليك. إذا قلت هذه الكلمات فتحت لها أبواب السماوات، وإذا صدعت بهذه الدعوات فإنك حري بتفريج الكروبات وتسهيل المهمات. إن الله إذا تأذن بالفرج جاءك من حيث لا تحتسب. أسعد الناس في الدنيا من وجه وجهه إلى الله، أسعد الناس في الدنيا من أسلم قلبه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي موقن بأن الفرج من الله. إذا أذلك الناس علمت أنه ليس بيدهم عزة ولا ذلة، وإذا أهانك الناس وأنت تطلب منهم أن يعينوك ويساعدوك فاعلم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإذا اشتد عليك البلاء وعظم منك عليك العناء من زوجة ومن أهل ومن ولد ومن أخ ومن أخت ومن أصدقاء ومن أقرباء، وإذا عظمت أذية الناس لك وامتهانهم لك فاعلم أن لك ربا لا يخيبك، وأن لك ربا هو منتهى الشكوى، وأن لك ربا يسمع السر وأخفى، وأن لك ربا يرحمك ويحبك ويحب أن تناديه وتلتجئ إليه وتدعوه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يا هذا إن صدقت مع الله صدقك. من هذا الذي وقف بباب الله فطرده؟ حاشاه. من هذا الذي صدق مع الله فخيبه؟ حاشاه. ما وجدناه إلا حليما رحيما، ما وجدناه إلا كريما عظيما، يفتح لك أبواب الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب. ولذلك في البلاء وفي الشدة والعناء سرور بمناجاة الله لا يعدله سرور. ما أسعدها من لحظات وما أسعدها من ساعات طيبات مباركات إذا خلوت بربك وبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه أحزانك وبثت إليه ما تجده من الكرب ومن الهم والغم، فسألته وناجيته ودعوته وثقت به سبحانه وتعالى. أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتكي الله إلى خلقه. فأوصيك ثم أوصيك بالثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله، وأن تكثر من الاستغفار، وأن تعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب الذنوب، فتكره الشيطان ونفس الأمارة بالسوء وتستغفر الله وتتفقد حالك. هل ظلمت أحدا من المسلمين؟ هل أكلت مال أحد؟ هل انتهكت عرض أحد؟ هل سببت أخاك المسلم؟ هل شتمته؟ فتتحلل من المظالم والمآثم. من فعل ذلك صار البلاء خيرا له وصار البعد قربا له. هذا هو الذي أوصيك به، أن تصدق مع الله وأن تلتفت إلى ما يصلح حالك مع الله عز وجل، وأن تحرص كل الحرص على أن يكون عندك يقين أن الفرج آتي. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما أنزل الله عسرا على مؤمن إلا جعل معه يسرين. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.